نحن نطالب المسيحيين الفلسطينيين في كل مكان بألا ينسوا كنيستهم، ألا ينسوا كنيسة القيامة وكنيسة المهد وكل الكنائس المقدسة في فلسطين. هنا جذورهم الروحية، وهنا جذورهم الوطنية، وهنا انتماءهم وأصالتهم وتاريخهم وتراثهم. الفلسطيني الموجود في الخارج، الذي استقر في الخارج والذي يعيش في الخارج، لا يجوز أن ينسى أنه مسيحي، ولا يجوز أن ينسى أنه عربي، ولا يجوز أن ينسى أنه فلسطيني. هنالك جيل من الشباب المسيحي لا يعرف القدس إلا من خلال وسائل الإعلام. أنا عندما أرى شبابنا المسيحي في رام الله أو في بيت لحم، والمسلمين أيضا، يقولون لي بأننا لم نرى القدس إطلاقا إلا في الصور وإلا في وسائل الإعلام، لأننا محرومون من دخول مدينة القدس. أنا أعتقد بأن هذا مخطط إسرائيلي عنصري يهدف لإخراج القدس من الثقافة الفلسطينية، لإخراج القدس من الوجدان الفلسطيني المسيحي والإسلامي. حتى وإن أرادونا ألا نزور القدس، القدس يجب أن تكون حاضرة في كل مكان، في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات، في الأندية، في كل مكان نذهب إليه يجب أن تكون القدس حاضرة. أنا أعتقد بأن هذه هي ممارسة احتلالية عنصرية هادفة لاقتلاع القدس من ثقافتنا، ولكن لن ينجحوا في هذا، لأنه مهما حاولوا اقتلاع القدس فستبقى القدس مهد المسيحية لدى المسيحيين، وستبقى كنيسة القيامة والقبر المقدس قبلة المسيحيين، كما أن المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن